الحياة فيها شيء كتير قاسي. باسم يخور يرد على جدل مشهد تقبيل القدم في العربجة. شو الغلط بأنه ينكتب هيك موقف؟ ما بعرف. لحتى ما تتفرعن. حأعمل الخطية باللي بيستاهل الخطية. أنا أعتقد أنه النص الثاني من العمل، يعني 14 وطلوع العمل، برغم الأحداث اللي أنت عم تقولي أنه متواترة وظريفة بالحلقات الأولى، لا، لكن النص الثاني أهم بكتير بكتير. بالطريقة دي وعد باسم يخور جمهور مسلسل العربجي بأحداث مفاجأة وتشويق أكبر في الحلقات اللي جاية أكتر من اللي شافوه، خصوصاً أن المتابعين أشادوا بالعمل وبسرعة الأحداث وقوة المشاهد اللي فيه من الحلقات الأولى. قادر حطه تحت جناحي إلا عبد الوحش. فكل حلقة كانت بتضم أكتر من ماستر سين بين النجوم، واللي كان أداهم فيه متقن بشكل كبير. عدس بترابه بيجي وقت حسابه. صار وقت الحساب يا شريف. الهدف من العمل هو هذه المتعة، تقديم فكرة بسيطة جدا، كيف الإنسان البسيط العادي بتحول لمقاتل للدفاع عن عائلته، وبتصير هاي المسألة تهمه أكثر ما يهمه أي شيء حتى في بما في كرامته. وفعلا الجمهور شاف ده في شخصية عبد العربجي، اللي رغم عنفوانه وجبروته نزل وقبل قدم أبو حمزة عشان يحمي بنته في مشهد واجه انتقادات من بعض المتابعين. انتقدنا بأنه قاسي كتير المشهد. طيب هو الحياة هيك، الحياة فيها شيء كتير قاسي. اليوم أي حدا في الدنيا، إذا المسألة أنا علاقة ببنته وبأذى بنته بمستقبل بنته، بيعمل أي تنازل في الدنيا ليحميها. أنا برأيي هذا المنطق الدرامي. شو الغلط بأنه ينكتب هيك موقف؟ ما بعرف. أنت طول عمرك رح تضلك بعيني صغير، بعمرك ما رح تكون كبير. ولقاءنا ده مع باسم كان في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، فهو حل ضيف على ملتقى الإبداع وتم تكريمه بعد ما قابل طلاب المعهد واسترجع بعض من ذكرياته أيام الدراسة، خصوصاً إن هو من طلاب أول دفعة درست في المبنى ده، واتكلم مع الطلاب في جلسة حوارية عن خبراته والتجارب اللي مر فيها، وشفنا مداخلات مسجلة لعدد من النجوم زي غسان مسعود، رفيق علي أحمد، كارمن لوبوس، الليف حجو، وفايز قزق اللي مدحوه أشادوا بيه وبموهبته. أنا بدي أشكر كل حدا قال كلمة حلوة بحقي، شكرا. وهنن كلهم اصدقاء وزملاء واساتذه، وهنن السبب بوجودي هون اليوم باللي انا وصلت له. وما بحب حدا يمدحني كتير حتى لو الكلام مزبوط. انا بخجل، انا شخص والله بخجل كتير، واحيانا بلبس ماسك هيك من الجديه الزايده لاني بغطي خجلي. بس اللي ما قدرش باسم انه يخبيه هو عفويته وخفه دمه اللي بيتميز بيها. انا واحد فيهم عطس هتسقط يا ماما. والله احنا نروح نشق حالنا يا رجل. خلانا اليوم هيك نستمتع لدرجة انه حدا كان حاب يخلص اللقاء. باسم يخور صاحب حضور مهم، طريف التعبير، ذكي، مليء بفكر وبتجربة، حقيقة كان اضافي لملتقى الابداع. ايمت بلشت تتغير هالمعادلة؟ تغيرت هالمعادلة لما تخرجوا حلوا عن السماء.